أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مستقبل حزب المؤتمر الشعبي العام في ظل حالة الانقسام والاستقطاب الحادة التي يعيشها الحزب. أكد اللقاء تنظيمه الموسع الثالث لقيادات حزب المؤتمر في المحافظات الجنوبية تمسكه برئيس هادي رئيسا للحزب وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر. وشدد اللقاء الذي أقيم في عدن بمشاركة أكثر من 1000 عضو تحت شعار معا لتعزيز شرعية الرئيس هادي، شدد على ضرورة الاستمرار في دعم مخرجات الحوار الوطني وتقديم الدعم اللازم للجيش الوطني والمقاومة في مختلف جبهات القتال وبناء دولة المؤسسات في جميع المناطق المحررة ضمن النظام والقانون. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هو مستقبل الحزب في ظل الانقسام الحاصل ومحاولة لملمته من قبل الشرعية؟ وما مدى فاعلية الشرعية في تفويت الفرصة على الأطراف الأخرى لاحتوائه؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. في تغير سياسي جديد للشكل الحزبي باليمن، يعود التساؤل عن مصير حزب المؤتمر الشعبي العام بعد تفكك تحالف الانقلاب ومقتل صالح ليخيم على المشهد من جديد. تفكك آخر عاشه الحزب بعد تعدد الفاعلين بداخله، لعل أبرز ذلك انقسامه إلى 3 تيارات: الأول في صنعاء تسيطر على قياداته ميليشيا الحوثي، والثاني خارج البلاد يهاجم الشرعية وتدعمه أطراف إقليمية، أما الثالث فهو ذلك الذي تحاول الشرعية إعادة لملمة صفوفه من عدن. في جديد تحركات الحزب، عقد المؤتمر الشعبي العام بعدن وبرئاسة عضو اللجنة العامة أحمد الميسري لقاءه التنظيمي الموسع. اللقاء أكد في ختام أعماله على تمسك أعضاء الحزب وقياداته بشرعية الرئيس هادي وبشرعية بقائه رئيسا للمؤتمر الشعبي العام حسب الأنظمة الداخلية للحزب. اللقاء الموسع أيضا وفي ظل صراع كبير لتمثيل الحزب هوجم من أبو بكر القربي أحد القيادات التي شاركت الوفد الانقلابي في المفاوضات سابقا، حيث أكد أنه لا يوجد مؤتمر شعبي عام جنوبي، فالاجتماع الذي ينعقد في عدن يمثل محاولة يائسة لاجتثاث المؤتمر من جماهيره حسب تعبيره، وهي رسالة اعتبرتها قيادات مؤتمرية في الشرعية مجرد محاولة لإبقاء الحزب تحت قبضة الحوثيين. لم يتغير تعاطي الحزب كثيرا مع المشهد الجديد يقول مراقبون، خصوصا وأن معظم قياداته سواء تلك التي في صف الشرعية أو خارجها لا تزال تحمل ذات التقارب في مواقفها من الأحزاب الأخرى، لعل أبرز ذلك دخولها في صراعات أيديولوجية عديدة مع أحزاب أخرى في الشرعية على الرغم مما تبدو فيه الشرعية مظلة للجميع. انقسام داخلي يعيشه حزب المؤتمر إذن، وهو واقع سعت ميليشيا الحوثي لتكريسه خلال الفترة السابقة، خاصة بعد أن نجحت في السنوات الأخيرة من استمالة قيادات قبلية تنتمي للحزب، وأصبحت اليوم تقاتل إلى صفها في مختلف الجبهات. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الرياض القيادي في حزب المؤتمر ثابت الأحمدي. أهلا بك أستاذ ثابت. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالمشاهد الكريم. حياكم الله. إذن فعالية جديدة أو ربما هي الأولى من نوعها للمؤتمر في العاصمة المؤقتة عدن في هذه الأوقات، ما هي أهداف إقامة هذه الفعالية برأيك؟ عزيزي جميل أن تحصل مثل هذا الحراك، أقل شيء لتحريك المياه الراكدة داخل أروقة المؤتمر الشعبي العام الذي شهد مؤخرا بعض الانقسامات وبعض الخلل في صفوفه، ولكن بشكل عام نحن نقرأه كظاهرة إيجابية. مهما كان من الطبيعي أن يكون المؤتمرون لمناقشة قضاياهم لمناقشة المشاكل التي تخص الحزب سواء في الشمال أو في الجنوب في الشرق أو في الغرب، هذه ظاهرة صحية. وكعادة المؤتمر الشعبي العام الذي يعني تربى ويعني هو دائما يشهد مثل هذا الحراك داخل أروقته منذ فترة ليست يسيرة، يعني هي نقرأها اليوم أنه نوع من إعادة ترتيب الصفوف ومن إعادة لملمة المؤتمر الشعبي الآن في يعني في المناطق التي تخضع للشرعية، ووصولا إلى المؤتمر العام النهائي الذي ممكن أن يتوحد المؤتمر الشعبي الآن كاملا، ولكن بعد أن يعني يندحر الانقلاب وبعد انتصار القيادة الشرعية. يعني أنت تعتبر أن هذه الفعالية من ضمن فعاليات ستكتمل أو ستستمر إلى حين إقامة المؤتمر العام للحزب؟
ألا يمكن إقامته في ظل هذه الأوضاع الحالية؟ من المؤكد، اسمح لي، من المؤكد ذلك، ولا تنسى أن هذا المؤتمر هو المؤتمر الثالث وليس المؤتمر الأول. ثانيا لا ننسى أيضا أن المؤتمر الشعبي العام وحدوي الهوى يمني الهوية، ولا يمكن أن يكون في يوم من الأيام منقسما أو مجزئا أو انفصاليا على الإطلاق. المؤتمر الشعبي العام بنيته الداخلية أساسه وأنظمته اللائحية كلها تنص على الوحدة وعلى التوحد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشهد أي انفصال أبدا. لكنه ليس بالضرورة أن يعترف بالشرعية، يعني هناك من هم في المؤتمر لا يعترفون بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي. ليس غير المؤتمر الشعبي العام الذي في صنعاء والواقع تحت قبضة الميليشيات الحوثية لاعتبارات يعني يقدرها الجميع من بينهم غير المؤتمريين أيضا. نحن نعرف أن هذه الجماعة همجية، وهذه الجماعة لا تؤمن الرأي والرأي الآخر، وبالتالي فهم مرقون تحت سلطة يعني هذه الميليشيات التي لا يمكن أن تسمح لأحد بتبني أي رأي آخر، وبالتالي فعملية انضمامهم وعملية توحدهم مع نظرائهم أو مع بقية زملائهم في بقية قيادة المؤتمر الشعبي الآن أمر مرهون بتحرير الدولة أولا. توحد المؤتمر الشعبي الآن وعودته إلى حالته الطبيعية مرهون بدحض اندحار الانقلاب بدرجة. ما هو المقصود بالحالة الطبيعية أستاذ ثابت؟ هل تقصد أن الآن المؤتمر غير، يعني ليس ذو هيكلية واضحة؟ هناك من يعتبر الرئيس هادي رئيس الحزب باعتباره رئيس الدولة، وهناك من لا يرى هذا الأمر، كثيرون يعتبرون أن هذا التيار قريب من الإمارات إلى حد ما، وهناك المؤتمر الموجود في صنعاء. لا، الذين لا يؤمنون بشرعية الرئيس هذه هم مؤتمر صنعاء فقط، أما بقية فصائل كل فصائل المؤتمر الشعبي العام لم يعلن عن ذلك، أو بالأصح أشخاص أو بالأصح شخصيات، فتقريبا أستطيع القول أن هناك إجماع على شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي المؤتمر يا شرعيته الحزبية وعلى اعتباره رئيس المؤتمر الشعبي العام. هناك أصوات قليلة جدا نعتبرها أصوات مشاذة، لهم أصلا موقف من الدولة ومن 11 فبراير، ولهم موقف من الشعب كله، وبالتالي لا يمثلون اي رقم. الاغلب اغلب منهم في الخارج سواء في القاهره او في الرياض او خارج هاتين العاصمتين هم على شرعيه المؤتمر الشعبي الان بقياده الرئيس عبد الرب منصور هادي. يبقى منهم في ابو ظبي. طيب على كل حال ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا استاذ ثابت. ارحب بمن ينضم الينا الان من عمان، المحلل السياسي استاذ عبد الناصر المودع. واسالك في هذه النقطه استاذ عبد الناصر، ان هناك من يرى ان مثل هذه الفعاليات التي يقيمها المؤتمر في عدن هدفها قطع الطريق امام دول إقليمية تحديدا الإمارات التي تسعى لإيجاد مؤتمر خاص بها أو ذو أجندة مرتبطة بها على الأقل. مساء الخير وتحية لك والأخ ثابت. يعني المسألة في هذا الوضع المعقد في اليمن تأخذ لها أبعاد كثيرة، وكل من يرى الأمور من زاوية معينة يستطيع أن يقول بأن هذه الزاوية هي الزاوية الصحيحة. المؤتمر الشعبي في الظروف العادية كان حزب السلطة، وفي وجود دولة عادية هناك مرجعيات قانونية وهناك سلطات حتى قضائية تستطيع أن تبت في مسألة ما إذا كان هذا الحزب شرعي، هذه الجهة شرعية أم لا. لكن في الوضع الفوضوي الذي هو عليها اليمن الآن لا يمكن كل أن يستطيع أن يدعي بأنه الممثل للمؤتمر الشعبي وبأنه الممثل الشرعي وبأنه المؤتمر والآخرون غير مؤتمريين. نجد اليوم هجوم من المؤتمريين الذي في صنعاء على مؤتمر الذي عقد في الجنوب، وكذلك أيضا من قبل الجناح التابع لأحمد علي عبد الله صالح والذي ترعاه الإمارات. هناك بشكل هجوم غير مباشر من قبل هؤلاء على هذا المؤتمر الذي في الجنوب. ونرى أيضا الرئيس هادي ومن حوله يريدون أن يستثمروا المؤتمر الشعبي ليقووا مراكزهم السياسية. وما يعقد الآن في الجنوب وما سمي بمؤتمر الجنوب، حتى أيضا التسمية هي تسمية انفصالية، يعني إذا كان المؤتمر هو مؤتمر
حزبي للجمهورية اليمنية، لا وجود لمؤتمر اسمه مؤتمر الجنوب ومؤتمر الشمال، هناك مؤتمر شعبي عام. يفترض أن لا تطلق هذه التسمية في الأساس هي تسمية انفصالية، ولا يمكن لمن يدعون الوحدة أن يسموا بهذه التسمية. هذا أولا. الأمر الآخر، لأنه لم يقال حتى تسمية المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية، لكن سمي المؤتمر الشعبي في الجنوب، وكأنه هناك يعني حالة كيان آخر وليس فروع المؤتمر الشعبي في المحافظات الجنوبية. هذا الذي يفهم. وبالتالي هناك إشكالية، هذه الإشكالية إشكالية التسمية وإشكالية الأهداف. أهداف الرئيس هادي كما ذكرت هو يريد أن يستبق المحاولات الأخرى التي ربما بتدعمها الإمارات لإنشاء مؤتمر شعبي برئاسة أحد من أسرة صالح، وهو ما يتبلور الآن في أكثر من جهة وفي أكثر من عاصمة. وهناك المؤتمر الشعبي الآخر الذي هو تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وهذه الحالة ستستمر. يعني طالما هناك وضع فوضوي في اليمن، فبالإمكان كل من يمتلك سلطة وكل من يمتلك مال، أكان هؤلاء من الداخل اليمني أو من خارج اليمن، يستطيع أن يقولهم كيان ويتسمى بالمؤتمر الشعبي. وفي النهاية من قادر على أن يفرض نفسه على الأرض وأن يستطيع أن يستقطب أكبر عدد من الناس هو الذي يستطيع أن يقول أنا الحزب، لأنه في هذه الحالة لن نكون أمام مؤتمر شعبي، ولكن سنكون أمام مؤتمرات بمعنى عدة أحزاب، يعني عمليا من الناحية العملية بغض النظر عن التسمية نفسها. إذا استطاع أحمد علي صالح أو استطاع أبو راس أو استطاع الرئيس هادي، هذه الثلاثة الأقطاب حاليا الذي تتنازع المؤتمر، أن يشكلوا كيان سياسي قوي قادر على أن يثبت نفسه في الساحة، في هذه الحالة سيكون هذا حزب جديد وحزب خاص بهذا الجهة التي أنشأته أو التي تكف وراءه بغض النظر عن التسمية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر. أعود إليك أستاذ ثابت. الآن يعني هذه الفعالية جاءت بعد دعوة من رئيس الحكومة برفع الحصانة عن نجل صالح، ويعني عدم قبوله كما قال بوجود عقوبات على أي من أعضاء المؤتمر. كيف يعني دلالة هذا التوقيت، هل فعلا هذه الفعالية لها علاقة بما صرح به رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر؟ عزيزي، من الطبيعي أن يدعو إلى ذلك، لأنه في الواقع نحن أمام عدو وطني كبير مشترك للجميع. ليس لدينا خلافات، أتكلم عن خلافات وطنية أو سياسية مع أحمد علي عبد الله صالح أو يحيى أو عمر أو أي شخص من هؤلاء أبدا، أو مع أي فصيل أو حزب آخر من الأحزاب الموجودة على الساحة الوطنية. مشكلة اليمن التاريخية أصلا هي الحوثية عزيزي، وهي مشكلة اليمن اليوم. بقية الأحزاب بقية الجماعات إن من خلاف هو خلاف سياسي بسيط، خلاف تكتيكي، خلاف إجرائي في إطار الرأي والرأي الآخر وفي إطار الخلافات المتباينة بين الأحزاب. أما العدو المشترك والتاريخي هو الجماعة الحوثية الكهنوتية، وبالتالي يجب على كل القوى والتيارات والأحزاب أن تتوحد لمواجهة هذا العدو التاريخي المشترك. طيب هذا الأمر كيف يتم؟ أستاذ ثابت، يعني كيف يمكن قبول، ونحن نخاطب جماهير يمنية الآن ويعني نتعامل مع واقع يمني، أن نطلب ذلك من أناس لا يعترفون بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، أو على الأقل لم يعلنوا ذلك إلى الآن؟ كيف نتعامل مع الناس؟ أو يعني هناك ربما ورطة بالنسبة لمن يتحدث عن رفع عقوبات في حال أن الطرف الآخر لم يقدم أي تنازل إلى الآن. لن أكشف سرا إذا قلت لك أن هناك إجراءات اليوم وهناك حوارات جادة في يعني في أروقة هذين التيارين إن صح التعبير، وبالنهاية سينضم يعني سيعترف الجميع بالشرعية وسيكون يعني صفا واحدا في مواجهة الانقلاب. المسألة مسألة وقت فقط، ولا نستطيع أن نحكم على الشيء يعني مبكرا. طيب ما هي الأوراق التي لدى إن صح التعبير تيار أبو ظبي في المؤتمر الشعبي العام التي يمكن أن يناور أو يفاوض بها على مكاسب أكبر؟
احمد علي، ساقول لك احمد علي عبد الله صلاح لم يكن من سابق قيادين في المؤتمر الشعبي العام، لكن اذا اراد من الان وصعد ان ينضم الى المؤتمر الشعبي العام فهذا من حقه كمواطن يمني بالنهايه، ومعتمد على رصيده في الجانب البرلماني والسياسي، في الجانب العسكري، في الجانب الدبلوماسي، وهذا حقه يعني وحق اي مواطن يمني. لا تستطيع ان تمنع اي شخص من الانضمام اليه ابدا، كما لا يمنع المؤتمر الشعبي العام اي مواطن يمني اخر. لكن ما هي الأوراق التي لديه؟ يعني أكبر رهان أو أوراق ربما هي الورقة الشعبية الجماهير التي يمتلكها هؤلاء كرصيد يمكن أن يمثل قوة أمام الجماعة الحكومية، وهذا أكبر قوة وأكبر رصيد. طيب أشكرك على كل حال على تواجدك معنا أستاذ ثابت الأحمدي، عضو حزب المؤتمر الشعبي العام، كنت معنا بالهاتف من الرياض. بالعودة إليك أستاذ عبد الناصر، الحديث عن الشعبية بالنسبة لأحمد علي في طريق وزنه، برأيك الآن مسألة الوقت، يعني كلما طال الوقت في حدوث هذه المناقشات والحوارات التي يتحدث عنها السيد ثابت الأحمدي من الرياض، سيكون في مصلحة من؟ في مصلحة الشرعية كجهة يرى ربما كثيرون أنها الأقرب ل يعني استلام زمام المؤتمر الشعبي العام، أم هو في مصلحة تيار أحمد علي عبد الله صالح ومن يرى أنه هو الأقرب أو هو الأفضل ل يعني استلام منصب ما أو ربما قيادة المؤتمر بشكل أو بآخر؟ يعني علينا أن أولا أن نحدد طبيعة المؤتمر منذ 2011، منذ 2012، منذ أن خرج الرئيس صالح من السلطة. منذ ذلك الحين المؤتمر الشعبي لم تبرز أي قيادة غير قيادة علي عبد الله صالح للمؤتمر الشعبي، ولم يتمكن هادي من جذب المؤتمريين، بل على العكس من ذلك الرئيس هادي استهدف المؤتمريين وشعروا بأنه كان خصما لهم وعدوا لهم، باستثناء المؤتمريين الذي المقربين من هادي وتحديدا ابناء المناطق أبين وشبوة وبعض المناطق الجنوبية. أما معظم المؤتمرين فإنهم شعروا أن الرئيس هادي كان يستهدفهم، وبالتالي في البداية كان البعض يعتقد من المؤتمرين بأن الرئيس هادي سيحل محل علي عبد الله صالح في زعامة المؤتمر، ولكن عندما شعروا بأن الرئيس هادي لم يحبذ المؤتمر، خاصة أن المؤتمر الغالبية العظمى منه في الشمال، والجسم الإداري والسياسي ومعظمهم للشماليين، وعند الرئيس هادي حساسية من الشماليين بشكل عام ورغبة بأن ولا يثق فيهم، وبالتالي هو لم يكن لديه الرغبة بأن يفعل نفسه في المؤتمر، ولهذا بقى المؤتمر نقول تحت قيادة علي عبد الله صالح، وهي القيادة الوحيدة، لم يكن هناك أي قيادة بديلة لعلي عبد الله صالح. عندما الآن غاب علي عبد الله صالح، هذا هذا التيار المحسوب على المؤتمر الشعبي، وهو تيار عريض لأنه كان تيار السلطة، بمعنى أنه كان نخبة المجتمع الإدارية والعسكرية والسياسية والمالية، بمعنى أن معظم نخبة اليمن هذه كانت مع المؤتمر الشعبي، وبعد 2012 لم تستطع قوة أن تستخطب هذا التيار أو جزء من هذا أو الجزء الرئيسي من هذا التيار. ظل هذا التيار مضطرا، نقول في بعضهم مضطرين أن يدينوا لعلي عبد الله صالح لأنه كان هو الوحيد الذي يجدون أنه القائد. الآن بعد غياب علي عبد الله صالح، جزء من هذا التيار أيضا لا زال يرى في الرئيس هادي خصما وعدوا لهم، وخاصة الجنوبيين في المؤتمرين في الشمال، ويرون في أسرة علي عبد الله صالح بأنها هي القيادة البديلة لعلي عبد الله صالح. هؤلاء لو وجدت قيادة أخرى من داخل المؤتمر وتمتلك السلطة، نحن الآن نتكلم عن حزب سلطة
وليس حزب عقائدي، بمعنى ليس هناك فكرة أو أيديولوجية للمؤتمر الشعبي، وبالتالي نقول بأن من يؤمن بهذه الفكرة يستطيع أن يقود جماهير تؤمن بهذه الفكرة. هو حزب سلطة، حزب تجمع للمصالح، ولهذا لو وجد طرف ما ولديه السلطة أو الدعم الداخلي أو الخارجي المادي باستطاعته أن يستخطب الجزء الكبير من يسمى مؤتمر شعبي عام، أكانوا في الشمال أو الجنوب. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني دعنا نسمع وجهة نظر ربما هذا التيار أو وجهة نظر أخرى في هذه الحلقة. دعنا نرحب بمن ينضم إلينا الآن، الأستاذ عادل الشجاع القيادي في حزب المؤتمر. أهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا، تحياتي لك وللأخ عبد الناصر المودع وللمشاهدين الكرام. حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. الآن يعني عندما نتحدث عن حزب المؤتمر، يعني يقال أن في اللوائح الداخلية لحزب المؤتمر رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب، لماذا هذا الأمر لم يفعل بالنسبة لحزب المؤتمر بشكل واضح مع عبد ربه منصور هادي كرئيس للجمهورية اليمنية؟ طبعا هذا كان موجود إلى ما قبل التعددية السياسية، لكنه سقط بعد ذلك حينما أصبحت هناك أحزاب سياسية. دخول الانتخابات، إذا فاز بالانتخابات من الحزب الاشتراكي أو من الإصلاح أو من الناصري، فلا يعني ذلك أن رئيس الجمهورية سيكون رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام. ولست أدري لماذا استمرت هذه الذهنية مخالفة ومغايرة للبعد الديمقراطي. كانت مسألة رئيس الجمهورية بعد التأسيس مباشرة حتى مجيء التعددية السياسية. الحديث عن أن رئيس الجمهورية لابد أن يكون رئيس المؤتمر تسقطه كما قلت التعددية السياسية والانتخابات التي ربما تفرز في لحظة من اللحظات رئيس من حزب آخر. لكن ربما الآن هذا الأمر سبب نوع من التعقيد بالنسبة لمن يريد أن يفهم المشهد اليمني ويفهم ماذا يريده المؤتمريون. الآن هناك ثلاث تيارات ربما بالنسبة للمراقبين، بالنسبة لحزب المؤتمر هناك فعاليات تقام في المحافظات الجنوبية تدعو للاحتشاد ودعم الرئيس عبد ربه منصور هادي. في هذه النقطة كيف يمكن الفهم؟ الحقيقة أنه يعني يفترض أن الحفاظ على حزب المؤتمر الشعبي العام ليس فقط من أبناء المؤتمر، وإنما أيضا من القوى السياسية الأخرى في ظل الصراع والتجاذبات المطروحة على الساحة اليوم. المؤتمر الشعبي العام كونه حزب ليبرالي، حزب مدني غير عقدي، وجوده في المرحلة الراهنة يمنع الصراع المذهبي الذي سيتولد وربما هو موجود حاليا في إطار الحرب القائمة، ويمنع أيضا في المستقبل القريب الصراع المناطقي بين الشمال والجنوب. لذلك يصبح المؤتمر الشعبي العام ليس خيار للمؤتمرين فحسب، وإنما يعني خيار للقوى السياسية والإقليمية والدولية لمن يرى وينظر ببعد استراتيجي لاستعادة الدولة ومؤسساتها، للمضي قدما لمراكمة خبرة الدولة. طيب أستاذ عادل، أستاذ عادل، يعني الآن أنت تتفضل بالحديث على أنه يجب من كل الأطراف أن تحتوي هذا الحزب. يعني خلال أحداث صنعاء الأخيرة وخلال هذه الفترة، رئيس الوزراء تحدث على أن المؤتمريون منا ونحن منهم أو بهذا المعنى، هناك دعوات لإسقاط حتى العقوبات على أحمد علي عبد الله صالح باعتباره من حزب المؤتمر أو يمكن أن يكون للمؤتمر، هناك مطالبات أيضا من قبل أحمد عبيد بن دغلي التحرك ومساعدة من نزحوا من المؤتمرين إلى المناطق التي تحت سيطرة الشرعية. ما الذي تريدونه أكثر من ذلك؟ هذا الأمر لم يحدث لمؤيدين للشرعية حتى. أنا لا أتحدث هنا عن ذهنية التعاطي مع حزب المؤتمر كتركة ينبغي تقسيمها أو الاستيلاء عليها.
أنا أتكلم عن البعد الاستراتيجي للمرحلة القادمة في ظل الصراع الذي يتشظى يوميا، صراع مذهبي بين قوى دينية مختلفة المذاهب. وأنت برأيك أن التنازل يجب فقط أن يأتي من جهة الحكومة الشرعية وكذلك الأحزاب السياسية الأخرى؟ أخي العزيز، ليس الأمر الآن تنازل بهدف إرضاء طرف على طرف، أنا أتحدث عن تنازل لمصلحة استعادة الدولة. ألا يكون ذلك على الأقل بالاعتراف بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ لو كان حزبا، أنا لو كنت في حزب الإصلاح أو لو كنت سلفيا أو لو كنت ناصريا أو اشتراكيا وأرى أن هذا الحزب سواء كان اسمه المؤتمر أو اسمه الحزب الاشتراكي أو الناصري بهذه الكيفية وبهذا الحجم، كنت سأكون مع هذا الحزب في استعادة المرحلة القادمة للخروج من هذا الصراع، لأنه إبعاد هذه الكتلة الكبيرة من القوى المدنية تسمح بملء الفراغ من القوى العقدية، القوى الدينية المتصارعة، وتسمح كذلك للقوى المناطقية بثقافة صراع شمال وجنوب أيضا في أن تستمر هذه الثقافة في المواجهة. أنا لا أتحدث عن المؤتمر كمؤتمر، وإنما أتحدث عن كتلة مدنية لديها من الخبرة الإدارية وكانت أيضا على مقربة من مؤسسة عسكرية كانت إلى حد ما تمتلك مقومات المؤسسة. هذا الذي أنا أنظر إليه، لا أنظر إليه بصفتي عضو في المؤتمر الشعبي العام، وأريد أن يعود المؤتمر لأنني عضو فيه. أنا أتحدث عن رؤية مستقبلية حتى المجتمع الدولي يرى هذه الرؤية. وأعتقد أنه من الحصافة لدى من يبحثون عن استعادة الدولة في ظل ما وصلنا إليه يقتضي من جميع الأطراف أن يحرصوا على هذه الكتلة المدنية وأن يعملوا على تقويتها للوصول مرة أخرى لاستعادة الدولة، وحينها المكاسب السياسية للأحزاب السياسية ستكون أكبر بكثير من المكاسب التي تخوضها في الحرب. أقصد أن المكاسب من خلال الديمقراطية، من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع، أكثر بكثير من المكاسب التي تجنيها الأحزاب الآن من الحرب. وبكل تأكيد الشرعية تقاتل لذلك لاستعادة الدولة. على كل حال الحديث يطول في هذا الأمر. أستاذ عادل، جزيل الشكر لك على تواجدك معنا في هذه الحلقة. عادل الشجاع القيادي في حزب المؤتمر، وكذلك للأستاذ عبد الناصر المودع المحلل السياسي الذي كان معنا أيضا عبر الهاتف من عمان. شكرا لكما، وللأستاذ ثابت الأحمدي، ولكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل محمد عبد المغني وجميع الأفراد في طاقم العمل الفني. إلى اللقاء.